قابلت عدة يعني أذكر واحد من قادة الفرق، قادة الفرق فرق الحرس الجمهوري اللي قابلتهم بأثناء يعني في بغداد، وقد تشتتت فرقته وهم كانوا مبعثرين في داخل بغداد، كانوا يعني هذا الحكي احنا خلي اقول قبل في نهاية شهر 3 بداية شهر 4 لما بدت الضغط كثير يصير على بغداد، فشفت لهذا الشخص وكان في وضع منهار كان قائد جدا فرقة كان قائد فرقة بالحرس الجمهوري فقلت له يا فلان شنو حكينا شنو القصة، يقول يعني هذا اللي وصف لي بالضبط، احنا نقاتل اشباح، بمعنى انه العدو اللي كان يهاجمنا ما كنا نعرف منين يهاجمنا. وين كانت منطقة قتاله؟ في داخل بغداد. في داخل بغداد. في داخل بغداد، نعم نعم، يعني انسحبوا ورجعوا ودخلوا الى داخل بغداد وكانوا يحاولون يسوون خط صد ما فشلت، يعني قصدي ما نجحت الأمور، خاصة وإن كل القيادة والسيطرة تقطعت، يعني ما كان عنده اتصال بالقائد مالته، القواد والآمرين ما كان عندهم اتصال بقياداتهم، ما يعرفون شنو الأوامر، ما يعرفون شو راح يسوون، لأنه كان سيطر يعني فرض سيادة جوية، احنا نسميها بالجيش سيادة جوية. نعم. العدو فرض سيادة جوية واستخدم تشويش إلكتروني متقدم جدا، بحيث قطع كل خطوط الاتصال ما بين مفاصل القيادة، فكل منظومة القيادة والسيطرة انهارت. فهذا الشخص يقول احنا كنا نقاتل أشباح، وهو فعلا، لأنه إذا تتذكر الأنباء آنذاك كانت الصواريخ تطلق على العراق من كل مكان في العالم، يعني من عند البحر المتوسط الطائرات الأمريكية تطير الصواريخ، فأنت من تقاتل؟ ما يعرف المن دا يقاتل، يعني هي ما صارت معركة مواجهة مباشرة، ما مواجهة مباشرة، بل بالعكس. يعني شوف خلينا نتذكر فد موقف لا أنساه، احنا كنا في جامعة البكر المؤسسة العسكرية الوحيدة تقريبا، يعني كنا كم مؤسسة فقط اللي عندها آنذاك دش تلفزيون بالأقمار الصناعية، وكنا طبعا نبات في الجامعة في يعني ذاك الوقت أكو انذار أثناء الحرب، فما كنا نروح لبيوتنا، كنا نبات في الجامعة ونتابع الأخبار، تتفرجون على التلفزيون وبالذات قناة الجزيرة. لا أنسى الأول أسبوع لما بدت القوات البريطانية تهاجم الفوج الدفاع الساحلي، فوج المشاة الساحلي البحري في البصرة، في البصرة في أم قصر، لمدة أسبوع تقريبا حاولوا أن يخترقوا فوج فقط، القوات البريطانية حاولت تخلق ثغرة هناك ما قدرت، لأن كانت العملية مواجهة، هذه طبعا أثناء ما كان أكو قصف جوي وإلى آخره، فلما لو المعركة معركة مواجهة، يعني تقصد لو كانت المعركة معركة مواجهة لربما كان الجيش العراقي حقق طبعا